مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. دافعت المؤثرة مايا رجيل على نفسها حيث ردت على ادعاءات أحلام هاموري وكشفت وقائع يوم ذهابها لعزاء أهل زوج أحلام. نلحقوا لجوغ تاع الجنازة. لجوغ تاع الجنازة أنايا مادام نعرف السيد الله يرحمه وما عنديش بزاف من اللي هدرت معاه، نعرف خواتاته، قلت لازم ندير الواجب روح للجنازة كيما أنا يا أيها الناس. هدرنا في جروب تاع لي زانفلونسور، الجروب تاع لي زانفلونسور هدايا قلت لهم أنا راح الجنازة، اللي حبيت جا مرحبا به، أي جمعية في طنوبيل. خرجت هدر وحدة من صحاباتها قلت لها لا ما تروحوش، دير لها مشاكل مع عندها راجلها، أنا حبيتهم كاع يروحوا باش يسمعوا بودنيهم، باش ما يخرجونيش أنا اللي ماشي مليحة، حبيت كاع نديهم معايا يسمعوا من عائلة المرحوم، ماشي من الكذب والخرطي تاع السوشيال ميديا. لو كان جاو معايا يعرفوا من العائلة تاعو بلي ما جامي كان عنده ولد غارسون، بلي كذبت عليهم، بلي بعدتو على العائلة وحرماتو منهم، بلي بوكو تشوز. انا كنت حنطلع هنا خواتاتو يهضروا، مي سي دي ميدسان الناس بالطباع، مشيت قلت لهم شوفوا معلول قالوا لي نطلعوا، قلت لهم ما كان لا سي با لا بين، راح دير خطو بوست. لو جور تاع الجنازة حنا كنا قاعدين انا ولي سوغ ديالو لا بتيت فامي. جات الجنازة لا بروميير فام اللي عندها معها ان غارسون، هو عنده غير ولد واحد غارسون من معاها، وكنا قاعدين انا وياهم في ان بيتي كو. شفت وحده ملي كانت فيلمي فيها وجيتي سور بلي هي اللي بعثتها، باسكو في الجنازه ديجا صباح يا مرج يا مرج قال الجزائر شو كامل نو، بعثت وحده كاميرا فيه وتقول لهم اي شفت الكاميرا في المرحوم اللي خلا مرتو عندها شهر في كرشها. ويت مينيت جاست مينيت، كيفاش خلى لها شهر في كرشها ومن سبتمبر ما طلعش دبي؟ كيفاش خلى لها بيبي عنده شهر في كرشها وهي من لو 20 سبتمبر السيد ما شافاتو؟ ايا تما انا وخواتات المرحوم الله يرحمه بدينا نخمو، قلنا يا خا كيفاش السيد من سبتمبر ما طلعش. قالوا لي خواتاتو كيما انت هي عرفتيها في ليزو طلعتيها بها وخليتي الناس كاع يسمعوا لها تلقاي لنا حل. قلت لهم شوفوا السيد متى ما كنت تقولوا سبتمبر هو هنايا اوفيسيال ما راهيش اونسنت، يا راهي تكذب يا راهي راح دير تلقاح وتجيب بيبي من كاش بلاصه، كاين حل اسمه لاديان. قلت لهم مادام كاين العلم وكاين لاديان ما تقلقوش، نهار تزيد ديروا لاديان تعرفوا اسكو صح وليد خوكم ولا تعرفوش. وفي نفس الوقت فجاه نهار بارطاجي الفيديو تاعي نهار يموت لك الجنين. قولي والله شوفي غير البهلول والطقلول اللي راح يامنك خلاص دوكا جوغ لقيناه تشال لقينا خلاص. نكمل لكم دوك كي انايا درت لي بوسيبيليتي تاعي، كان عندي بزاف لي شوا، لا فيديو سي دي شوا نيميرو 1 قلنا نستناو شهر اذا لقى ريزلتا قالت مانيش اونسنت الحمد لله وسلكوا منها فاميتو مساكن سي دي جون بطبع والله ما يستاهلوش واش صرا لهم. قلت اذا كملت كذبتها نلقاو انو تخ سوليوشن. انا قلت لا فامي تاعو قلت لهم طلعوا لدبي ديروا لها دي تقدروا ديروا من دوكا دي انا تعرفوا اسكو فريمون سون فيس ولا لا، دوكا قبل ما يزيد تكتبوا على اسماء ولا فوشكيل واحد اخر. وهاد المسود المشكل كاع انا درتو، انا بينتها في لي ريزو سي ما فوت. انا غير دخلت رماركيت الطفله بلي راهي تفيلمي فيا، يعني انا انسانه اكل الظهر عليا وشارب ما نشوفكش يا كاتيا، قوجا بقره شد التليفون وديرك الكلمات اللي ما كنتكش حابه تسمعيهم كنت نقولهم لهم في ودنهم ونديرك، والكلام اللي حبيت كنتي تسمعيه وتديه لها وتبارطاجيه ولا ديان. كي قلت انا غير كلمه لا ديان بعثتها لها الطفله بدات تهبل بدات تتوسوس. ايا خرجت اليوم من الضغط 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 اللي درته لها انا خواتاتي وقالوا لي لقاي لنا حل لازم نعرفوا اسكو صح يا مصاد ولا يتكذب. قلت لهم انا نعرفها انا عاشرتها مليح، شفت البسيكوبات يتكذب محال. قلت لهم يا راهي تكذب كاع على الحكايه اللي باونسنت، يا دوك تحدا تلقاي حتى ان غارسون باش تورث باسكو هو عنده ان غارسون مع مرته الاولى هو الوريث الشرعي تاعو، هي عندها طفله ما حاش يصح لها بزاف حاجات. اروح نقول لكم واش دخلني اذا انت كذابه
وتكذبي على 40 مليون جزائري، تقولوا لي ديما وانا ما عنديش، وتقولوا لي 40 مليون جزائري انا راني اونسان تي ماكيش اونسان، وانا طلعتك ورجعتك تكزيستي وعرفت بك هذا البوبليك اللي كتكذبي عليه وجميع ابوني غي اللي راه عندك جمل عندي، باسكو انا برك اللي كنت نطاقك وانا كي طلعتك وانا دخلت للجزائر انا بينتك للناس. راكي حابه البوبليك تاعي تقعدي تكذبي عليه وانا نشوف غادي نسيا. وفاش تكذبي عليه في الموت كي نموت انا ديريها، مادامني انا حيه ما تكذبيش في الموت على ظهري وعلى مون بوبليك، باسكو جميع ابوني غي اللي راه عندك جمل عندي والباقي راهو جاي في الطريق باذن الله. وهي اللي سبقتها، هي اللي سبقت كلاشي فيها في الستوري، هي سبقت ديري في المشاكل وهي سبقت اذي فيها.